Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكثر شيء يحتاجه السالك الى الله تبارك وتعالى في طريقه الى الباري عز وجل الصبر. اعظم اداه يحتاجها السالك الى الله تبارك وتعالى التحلي بالصبر. والتحلي بالصبر الحصول على الصبر يحتاج الى تدريب اعظم فرصه للتدريب لنيل ملكه الصبر الصوم. الانسان السالك الى الله تبارك وتعالى من دون صبر لا يمكن ان يصل يعني فليحكم على طريق توجهه الى الله تبارك وتعالى بالفشل. الصبر هو الذي يعطي الكمالات للانسان. ان لم يجد الله تبارك وتعالى من عبده الصبر لن يعطيه كمالا واستحقاقا. المصطفى يقول صلى الله عليه واله وسلم يقول الله عز وجل اذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني الى عواده ويبدو من الحديث ان البلاء ها هنا المقصود من عند المرض. ابدلته لحما خيرا من لحمه. ودما خيرا من دمه لاحظوا العطاء دائما يأتي بعد الصبر فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيته فإلى رحمتي مغفور له قال داود عليه السلام يا ربي ما جزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك ما جزاؤه قال جزاؤه أن البسه لباس الأمان فلا أنزعه منه أبدا فلا أنزعه منه أبدا رداء الأمان، له الأمان العطاء بعد الصبر الصبر بعد تدريب الصيام بعد كورس الصيام فرصة ثمينة أن الإنسان يستثمر هذا الشهر المبارك يربي ويؤدب نفسه على الصبر. لأن الصبر لأن الصبر مفتاح الفرج بمعنى بمعنى هو الذي يؤهلك لنيل عطايا الله تبارك وتعالى، تستمطر رحمة الله تستوهب عطايا الله تبارك وتعالى بالصبر. وباب الصبر نصف الصبر. كما قال المصطفى الصوم قال النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك وأن لا تذكر مصيبتك من إجلال الله تبارك وتعالى وهذه هاي النقطة هاي النقطة بالذات كثير من عندنا محتاجها كثير من عندنا لم يحصل عليها للاسف الشديد حتى لقد قال الباري تبارك وتعالى على لسان عبده نوح ورسوله ونبيه سلام الله عليه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا اكثر شيء نسيء الادب بمحضر الجليل لا اله الا هو اننا لا نرجو له وقارا يعني حينما نذكره نذكره كما نذكر اباءنا وابناءنا وهذه طبعا صفه المخذول للاسف الشديد، صفه الانسان الذي لم يذق طعم حلاوه معرفه الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يرجو قدرك فلا يخافك ومن ذا الذي يعلم ما انت فلا يهابك. بعض الناس للاسف الشديد يذكر الله تبارك وتعالى ولا يثني عليه او لا يثني عليه لا يعظمه لا يمجده زين حتى ربما نحن على المنبر نحتاج ايضا الى هذه التربيه واقعا اننا نعظم الله تبارك وتعالى في الفاظنا في الحديث عنه اذا اردنا ان نتحدث عنه فهذا من اجلال الله تبارك وتعالى ان تكون حاله حياء حاله خشيه حاله استشعار انه يراك وانه اقرب اليك من حبل الوريد فيقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اجلال الله تعالى ومعرفه حقه ان لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك، وهذا يحتاج الى صبر والصبر يحتاج الى صوم. اذا ايها الاحباب، ما هي الاسرار العظيمه المودعه في هذه العباده؟ من بعض اسرارها انها تعلمك الصبر والصبر هو مفتاح كل العطايا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الصائمين الصابرين. بحق محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم